نشرة المنتصف من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يسدي توجيهات من أجل تحكم أفضل في التصدي لمشاكل التنمية وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية خلال ترأسه اجتماعا ضم ولاة الجمهورية. رئيس الجمهورية يعين كريم يونس وسيطا للجمهورية، همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن. رئيس الجمهورية يعبر عن ارتياحه بخروج العائدين من ووهان الصينية سالمين بعد فترة الحجر الصحي، وإشادة بالتزام رئيس الجمهورية بحماية الرعايا الجزائريين وتجسيد التزامات الدولة الجزائرية الثابتة تجاه الأشقاء المغاربة. في ختام أشغال الحكومة الولاد، تأكيد على تنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن في مناطق الظل، واعتماد نهج جديد في تسيير الشأن المحلي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى تفاصيل النشرة. ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة اجتماعا ضم ولاة الجمهورية. بعد اختتام لقائهم المشترك مع الحكومة، حضره كل من السادة الوزير الأول عبد العزيز جراد، وسيط الجمهورية كريم يونس، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود. خلال الاجتماع استمع السيد الرئيس إلى انشغالات السادة الولاة، وأكد على التوجيهات التي أعطاها لهم أول أمس في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة المشتركة مع الحكومة، كما أسدى توجيهات مكملة مستمدة من تجربته الميدانية الطويلة من أجل تحكم أفضل في التصدي لمشاكل التنمية وحلها، وهذا قصد تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية ومساعدة المؤسسات الناشئة على خلق فرص العمل والثروة لمحاربة البطالة وتحسين مستوى حياة المواطنين وإطارهم المعيشي في كنف تنمية وطنية متوازنة تمحو الفوارق الاجتماعية وتشجع الكفاءات الوطنية. عين أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كريم يونس وسيطا للجمهورية. كريم يونس كان قد تقلد عدة مسؤوليات في الدولة لفترة زمنية طويلة بصفته وزيرا ثم رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وآخرها منسقا للهيئة الوطنية للوساطة والحوار. ويتبع وسيط الجمهورية مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وهذه الصفة تعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الإدارة. كما يساهم وسيط الجمهورية في تحسين سير المؤسسات والإدارات العمومية في علاقتها مع المواطنين من خلال اقتراحات يرفعها في تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية. لقد تفضل سيد رئيس الجمهورية بتكليفي بمهمة جد وحساسة ودقيقة، حيث عينني وسيطا للجمهورية. إني واعي كل واعي بطبيعة الحال بالأهمية بالوزن والبعد الذي تكتسيه هذه المهمة من أجل المساهمة في إرساء الجزائر الجديدة، جزائر نريدها كلنا، أكثر عدلا
وأكثر إنصافا وأكثر استجابة لتطلعات الجميع. على هذا الأساس فإن إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية كآلية جديدة للضبط وتنظيم الدولة تفرض نفسها بسبب الدور الذي يمكنها أن تقوم به كوظيفة، وظيفة وساطة وتحكم لدى المواطنين ومحيطهم. هذه الوساطة ستكون من مهامها ما يلي: السار على احترام الحقوق والحريات من طرف الإدارات، مؤسسات الدولة، الجماعات المحلية، المنشآت العمومية، وكل هيئة لديها مهمة على علاقة بخدمة عمومية. كل مواطن يحس أن حقا من حقوقه قد انتهك في هذا الإطار، بإمكانه الاستجابة للمؤسسة وسيط الجمهورية، توجيه نحو السلطات المختصة. كل شخص يعلن عن طارئ معين في حدود الشروط بطبيعة الحال المنصوص عليها في القانون والسهر على الحقوق والحريات هذا الشخص، يمكن لوسيط الجمهورية أن يجمع كل معلومات يراها ضرورية حول أي قضية معروضة عليه مهما كان طبيعها السري أو المكتوم، إلا فيما يتعلق بقضايا الدفاع الوطني، أمن الدولة أو السياسة الخارجية. إنني ألتزم ببذل قصارى جهدي بكل ضمير وبكل وعي لأكون في مستوى هذه الثقة من خلال الاطلاع الكامل بدوري كوسيط الجمهورية. والله العالي القدير، أشهد على الصدق والالتزام الذين سأتحلى بهما في خدمة وطننا. كريم يونس، نهج سياسي ومسار أكاديمي في صورة صحفية، من إعداد دلال بطبا. كريم يونس وسيطا للجمهورية، رجل الحوار، متحصل على شهادة ليسانس في اللغة الفرنسية من جامعة الجزائر سنة 1978. مسار في مسؤوليات الدولة الجزائرية، تدرج فيه من مهام كاتب الدولة إلى وزير للتكوين المهني من جوان 1997 إلى ماي 2002، تاريخ انتخابه كنائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي أصبح رئيسا له من جوان 2002 إلى جوان 2004. بعد تقديمه لاستقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني ونهاية عهدته النيابية، انسحب كريم يونس من كل نشاط سياسي رسمي، لكنه واصل النضال ليعود إلى الواجهة في ظروف دقيقة وصعبة مرت بها الجزائر، حيث ترأس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي مكنت من الوصول إلى سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، أشرفت على تنظيم وإدارة ومراقبة الانتخابات الرئاسية للثاني عشر ديسمبر 2019. كريم يونس الرجل المهتم بكتابة تاريخ الجزائر، وسيط للجمهورية في مرحلة يرهن فيها على مد جسور التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطن. أعرب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن ارتياحه لخروج العائدين من ووهان الصينية سالمين بعد انقضاء فترة الحجر الصحي، وجاء في حسابه الرسمي على تويتر: لقد تلقيت بارتياح خبر خروج أبناء سالمين من أي وباء بعد فترة الحجر الصحي. أتمنى لكم موفور الصحة والنجاح في دراستكم، وأشاطر أهلكم وذويكم فرحة السلامة، وأزدي جزيل الشكر
للطاقم الذي أجلاكم وكل من تكفل بكم. هذا وأشاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بقرار رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة الجزائريين والمغاربة من ووهان الصينية. جاء هذا في حفل أقيم أمس على شرف كل المساهمين في هذه العملية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي للمتكفل بهم. الحفل حضره أيضا وزير النقل والأشغال العمومية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وعن التلفزيون وهيبة دنداني. تكفل صحي شامل وتام حظي به الطلبة الجزائريون والمغاربة بعد قرار رئيس الجمهورية المتضمن ضرورة إجلائهم فورا من مدينة ووهان الصينية. لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان باسمكم جميعا إلى السيد رئيس الجمهورية الذي قرر إجلاء رعايانا الذين كانوا موجودين بمدينة ووهان الصينية، وهذا التزاما منه بحماية الجالية الجزائرية أينما كانت. وفي القرار تضامن مع الأشقاء. كل التحاليل كانت مليحة ولازم أنا مش نطمئن فقط العائلة، نطمئن كل الشعب الجزائري، يعني ما فيه ولا مشكل ولا خطر، يعني كلكم هانيين. أول حاجة يعني بحب بشكر السفارة الجزائرية بالتوافق مع السفارة الموريتانية على عملية إجلائنا من هذه المدينة المنكوبة مع يعني الرعاية الأشقاء الليبيين والتونسيين والجزائريين طبعا. نشكر السلطات الجزائرية والمتمثلة في الرئاسة الجزائرية على القرار الممتاز جدا بالنسبة لنا نحن كجالية ليبية، يعني استقبلناه برحب صدر وكان في الوقت المناسب. وأنا نقول لأشقائنا من ليبيا موريتانيا وتونس، الجزائري سمة التضامن. وتتمينا لمجهودات كل من ساهم في إنجاح العملية، حفل على شرفهم وأوسمة تقدير وعرفان. اختتمت أمس بقصر الأمم أشغال اجتماع الحكومة الولات الذي حمل شعار من أجل جزائر جديدة. وما ميز اليوم الأول من الأشغال خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي تضمن توجيهات صريحة ورؤية واضحة المعالم لامست الواقع المعيش للمواطن. الزميل طه بليدي يعود بنا إلى أهم محاور خطاب السيد الرئيس. خطاب في صميم المرحلة السياسية بكلمات صريحة تقفز فوق أغلال الورق وحرج الشكليات التي غالبا ما تحوم على الأهداف ولا تقع. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأمام 1100 مشارك في لقاء الحكومة الولات من أعضاء الحكومة وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين بالإضافة للشركاء الاقتصاديين، فضل المعالجة بالصدمة عن طريق المواجهة الصريحة لواقع الحال وضبط آني دقيق لعقارب ساعات من سيكونون في الجبهة الأمامية نحو التنمية منذ تلك اللحظة. اللحظة قال فيها الرئيس كل شيء. كانت كلماته تتراوح ما بين التوجيه والتفصيل الذي يتخلله التحليل الواقعي الصارم لسلم الأولويات والمقرون بالتواريخ والآجال. لم يستند الرئيس لأي إنجاز سابق ولم يعتمد التباهي في خطابه، بل بالعكس استند على البساطة وعلى اللغة المباشرة. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعا في أكثر من مرة إلى حماية المواطن من تغول الفساد والاستشراء الفاحش لظاهرة الرشوة، مواجهة ظاهرة الاستخفاف بمصالح المواطن، توزيع عادل للثروة والمشاريع يقضي على مناطق الضل، وتقسيم المجتمع لطبقتين، طبقة تنعم بالرفاه وأخرى تكافح من أجل خط الحياة العادية البسيط. ورقة طريق واضحة المعالم خطها رئيس الجمهورية تنتظر التجسيد الميداني.
وتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية تجلت في توصيات أشغال لقاء الحكومة بالولات، حيث أشرف على اختتامه الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أكد على ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية في التخطيط والتسيير الاقتصادي، سيما ما تعلق بالاستثمارات المحلية والعقار الصناعي والتوسع العمراني. الوزير الأول أكد أن نجاح البرامج التنموية مرتبط أساسا بإشراك مختلف الأطراف على المستوى المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص وحاجيات كل منطقة. عبد العزيز جراد أكد أن مخطط عمل الحكومة جدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية استعجالية موجهة لتدارك الفوارق بين مختلف المناطق وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الذل ومحاربة الإقصاء والتهميش. وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في إعداد برنامج تنموي استعجالي بغلاف مالي قدره 100 مليار دينار، والذي سطرت له 4 أهداف استراتيجية، وهي أولا فك العزلة عن السكان والمناطق الجبلية والمعزولة، اثنين تعميم ربط السكان بالطرق والكهرباء والغاز والماء الشروب، ثالثا تحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم، لا سيما توفير وسائل النقل المدرسي وتحسين أداء المطاعم المدرسية، رابعا تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة، مع العلم على تحديد الأولويات وضبط الأجال بدقة لتنفيذ هذا المخطط الاستعجالي من أجل تدارك فوارق التنمية المحلية، خاصة بالمناطق الجنوبية والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن. التسير بالأهداف والتقييم بالنتائج في صلب دعوة وجهها الوزير الأول للمسؤولين المحليين. إنه من واجبكم اليوم أنتم أيتها السيدات والسادة أن تستدركوا على أحسن وجه بدوركم في المسار التنموي الوطني، وأن تتحملوا مسؤوليتكم كاملة في تسيير الشأن العام المحلي، فعليكم مستقبلا اعتماد نهج جديد في التسيير بالاستباقية والمبادرة والتسيير بالأهداف والتقييم بالنتائج، وأن ترقوا فوق العمل الكلاسيكي الروتيني البيروقراطي لتتحولوا إلى قوة اقتراح وقوة تغيير على النحو الذي يصبو إليه المواطنون. أؤكد لكم أن أدائكم سيكون من اليوم فصاعدا محل متابعة والتقييم متواصل، وأنه لا خير لكم ولنا سوى النجاح في مهماتكم وتحقيق النتائج الملموسة. من جهتها تؤكد الحكومة أنها ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة من هذا اللقاء، وستعتمد عليها في إعداد مخططاتها القطاعية. لقاء الحكومة الولات خلص إلى جملة من التوصيات تهدف كلها إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق الإنعاش الاقتصادي. وليد زرق. توصيات هامة خرج بها المشاركون في أشغال لقاء الحكومة مع الولات، تصب مجملها في صلب إحداث تغيير جذري لمنظومة التسيير المحلي وعلاقته بالإدارة المركزية. فبعد أن قدم الولات رؤساء لجان الورشات الست المشاكل الميدانية لكل محور تناولته الدراسات التي تباحث فيها المشاركون والتي عرضت واقع الحال، خرجوا بحلول قدمت على شكل توصيات تمس كلا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، العقار الاقتصادي الذي يحتاج إلى تسيير مقاولتي وعقلاني متحرر من كافة العوائق، وكذا التوسع الحضري والتحكم فيه عبر البطاقية السكنية الموحدة وإدراج الرقمنة في التسيير
باعتماد العصرنة والرقابة كما هو الحال بالنسبة للحركية والأمن عبر الطرق. المشاركون أسهموا من خلال جملة التوصيات هاته بطرح عدة حلول تعمل على ترقية مناطق الجنوب وتعزيز جاذبيتها. ومن أهم المحاور التي تعمل على تحسين الخدمة العمومية المحلية محور الرقمنة والذكاء الجماعي. توصية تمخضت عن ورشات دامت ليومين في جانب تقني محض طرحت فيه الأفكار والحلول بين الواجهة المحلية للسلطة التنفيذية والمنتخبين المحليين والخبراء في جلسات أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية كانت للنقاش الجاد والدراسات البناءة. تلقت الحكومة الضوء الأخضر لمباشرة تنفيذ مخطط عملها بعد مصادقة مجلس الأمة عليها. رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل ثمن البرنامج لما جاء به من إصلاحات سياسية واقتصادية، مؤكدا أن الجزائر ستدخل عهدا جديدا وجب فيه تضافر الجهود ولم الشمل والرجوع إلى التاريخ لما فيه من عبر. ومن جهته أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن حكومته قادرة على مواجهة هذه التحديات وتنفيذ البرامج ميدانية لولوج عهد جديد قوامه الحق والعدل والقانون. اتحاد المغرب العربي واقع وتحديات شعار يوم برلماني أقول بالمناسبة الذكرى 31 لتأسيس اتحاد المغرب العربي الذي نظمته الشعب البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني وحضره كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والأمين العام لمجلس الشورى للاتحاد المغربي العربي سعيد مقدم. المناسبة كانت فرصة لإعادة التفكير في بعث تكامل والتعاون الاقتصادي والتواصل العلمي والإنساني بما يضمن المساعي البناءة والهادفة لتحقيق طموح الأجيال. في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم أمس الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى الواليين السابقين لولاية سكيكدا بودربالي محمد وبن حسين فوزي لارتكابهما جنحا تتعلق بمنح امتيازات عمدا غير مبررة للغير وتبديد أموالا عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارضي المصالح. وقد أصدر المستشار المحقق أو المحقق حسب بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت. ضمن تحقيقاتنا نكشف النقابة عن واقع المشاريع السكنية المخصصة للمتضررين من الفيضانات بورقلة، تحفظات في الإنجاز وتأخر في الاستلام. عيسى تومي تحرى الأسباب. يعود تسجيل هذا المشروع السكني ببلدية ورقلة الخاص بمنكوبية الفيضانات لسنة 2009 رغم تخصيص 7 مقاولات لإنجاز 280 وحدة سكنية، وهي نفس الوضعية بالنسبة لمشروع 150 وحدة سكنية ببلدية رويصات مخصصة لنفس الفئة. اليوم كل المقاولات راه معينة والأشغال الخاصة بالتهيئة إن شاء الله جزء منه راه في طور الإنجاز، ونطمئن المواطنين أن هذا المشروع إن شاء الله قبل أو آخر السنة إن شاء الله سوف يتم إسكانهم من جديد نظرا للتأخر اللي عرفوا. وينتظر مكتتبو عدل تسليم أول دفعة من سكناتهم والمقدرة 300 وحدة سكنية مع رفعهم لبعض التحفظات الخاصة بإنجاز شبكة الصرف الصحي. هاو الترو ثاني هذاك مسيبريمينو، شوف عامل ليك مسيبريمينو ما على باليش كيفاش مسيبريمينو، لا لي كوندويت هاك تشوف فيه محطوطين مبوزين هكذاك ماهمش مبوشين، يدخل التراب على روحه. لا الريزيرفاسيون اللي راهم يخدموا فيهم مثلا ريزيرفاسيون كوندويت تاع 200 باش تفوت تلقى محافرين كوندويت تاع 500 ومن بعد يدخلوا كوندويت تاع 200 ومن بعد واش يديروا يسيبريميو هذاك الفيد بالحجر ومن بعد يكوليو شويه بيطون منه وشويه بيطون منه. علاه العوج هكذا؟ على ما يخدموش بميثود مليحه كيحاولوا يغطوا بقدر المستطاع كاع التحفظات اللي كانت موجوده من قبل. واش داروا؟ واش داروا درك؟ عمروا الروكار بالتراب باش يردبوه، برك رانا لحقنا عليهم هنا. التساؤل المطروح وراه الرقابه. عندكم الحق. بروبليم ورا. البروبليم راه في لونتربريز كي نو رياليز با كونفورميمون اون نورم. وحنا اون لو تيري لي زوري البارح. هضرنا معاه يخدم حاجه مليحه. اللي راه يسكن هو يقعد كل دائما هنا.
دونك خذ بعين الاعتبار هذه الملاحظه تاعهم واعتبرهم شريك معنا وخليهم يتبعوا خاطر هما اللي غادي يسكنوا وتكون خدمه مليحه. فيما يؤكد القائمون حول هذا المشروع اتخاذ كافة التدابير للإسراع في إنجاز 1500 وحدة سكنية في هذه الصيغة قبل نهاية السنة. انطلقت أمس فعاليات الاجتماع السابع للجنة خبراء الدول العربية المكلفة بالتسيير الشامل للمعلومات الجيومكانية من تنظيم وزارة الدفاع الوطني من خلال المجلس الوطني للإعلام الجغرافي بشراكة مع قسم الإحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة. التظاهرة تندرج في إطار المبادرة الأممية الرامية إلى الإدارة الشاملة للمعلومات الجيومكانية على المستوى العالمي وكذا فروعها الإقليمية على مستوى الدول العربية وإفريقيا. التفاصيل مع منيا أحمد حراش. أشغال الاجتماع السابع للجنة خبراء الدول العربية المكلفة بالتسيير الشامل للمعلومات الجيومكانية افتتحت من قبل السيد اللواء رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بشار محمد بحضور إطارات سامية من وزارة الدفاع الوطني وممثلي الدوائر الوزارية ذات الاختصاص الإقليمي وكذا المنتجين الأساسيين للمعلومات الجغرافية المكانية ببلادنا. أعلن باسم السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة عن افتتاح الرسمي لأشغال اجتماع السابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة المكلفة بالتسيير الشامل للمعلومات الجغرافية المكانية بالجزائر. وتهدف أشغال هذا اللقاء التي تجري بحضور ممثل الأمم المتحدة للمبادرة الأممية المتعلقة بالإدارة الشاملة للمعلومات الجيومكانية تهدف إلى متابعة حالة تقدم أشغال مجموعة الخبراء ومناقشة الخطط المستقبلية للعمل لتجسيد هذه المبادرة الأممية. اللجنة العربية منذ إنشائها وهي تعمل على تحسين مستوى التنسيق والحوار بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية للمشاركة في التجارب في الخبرات وفي إدارة المعلومات الجغرافية المكانية وإلى تكامل أعمال تطويرها لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية للدول الأعضاء على المستوى الوطني والإقليمي. هذا وسبق أشغال الاجتماع انعقاد الورشة التقنية الدولية الأولى بالجزائر يومي 15 و16 فبراير الجاري، تم خلالها التطرق إلى المسائل المتعلقة بالمسعى التطبيقي الواجب اتباعه قصد إرساء الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية على مستوى الدول بهدف تعزيز استخدام المعلومة الجيومكانية كأداة هامة في اتخاذ القرار في مجال تسيير الأقاليم والتحديات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أول أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية بباتنا. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإفشال محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش ببني والنيف بالشار كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب 540 كيلوغراما، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان تاجر مخدرات وحجزت 282 كيلوغرام فاصلة 5 من المادة نفسها كانت مخبأة داخل مركبة سياحية. وفي السياق نفسه ضبط حرس السواحل بشلف 30 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بقسنطينة 4 تجار مخدرات بحوزتهم 700 قرص مهلوس. ومن جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش بكل من برج باجي مختار وتمن راست 19 شخصا وضبطت 4 مولدات كهربائية و5 مطارق ضغط، في حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية ل 112 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران، مستغانم، شلف وعنابة. كما تم توقيف 36 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بتمن راست وتلمسان.
توفي أمس بأبو ظبي بالإمارات الشاعر والباحث الجزائري عياش يحياوي عن عمر يناهز 63 عاما. الفقيد عمل في مجال الصحافة منذ التسعينيات من القرن الماضي قبل أن ينتقل للإمارات العربية المتحدة ويشتغل كرئيس تحرير القسم الثقافي بإحدى الجرائد المحلية. وعلى إثر هذا المصاب الجلل تقدمت وزيرة الثقافة ملكة بن دودة بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد والأسرة الثقافية، كما تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر بتعازيه الخالص لعائلة الفقيد، كما تقدم المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان بأخلص التعازي راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة. إن لله وإنا إليه راجعون. والآن حول العالم، طواف إخباري في جولة سريعة مع سميرة الدهر. أمطار ففيضانات تغمر شوارع ويلز البريطانية وتحولها إلى أنهار، وضع لم تشهده المقاطعة منذ 30 عاما، أضر بالبنى التحتية وأجبر المئات على مغادرة منازلهم. ببلجيكا هذا الفنان يعلن الحرب على كورونا بموسيقاه، كلمات وألحان تدعو للاتحاد ضد هذا العدو المشترك للبشرية والذي يهدد الصحة العالمية. كورونا أودى حتى الآن بحياة ما يزيد عن 1700 شخص. هذه عاصمة الدنمارك كوبنهاغن، أضحت مدينة خيال في رحاب عروض للأنوار، متعة لا يمكن تفويتها في ظل أيام الشتاء المظلمة عادة هنا، حيث تغيب الشمس لأشهر طويلة. ونختم النشرة بأخبار الرياضة. وفي كرة القدم كان الموعد أمس مع جولة 18 للرابطة المحترفة الأولى، حيث تعادلت جمعية عين مليلة مع اتحاد الجزائر بهدف لمثله، وفاز وفاق سطيف بثلاثية نظيفة على الجار الأهلي برج بوعريريج. أولمبي شلف فاز على اتحاد بسكرة بهدفين لهدف، واتحاد بالعباس تغلب على نجم مجرى بنتيجة 3-2. شباب قسنطينة تعادل أمام ملودية وهران بهدف لمثله. شبيبة القبائل تعادلت أمام نادي بارادو بنتيجة سلبية. أما شباب الوزداد ففاز على نصر حسين داي بهدف دون رد. نبتي لوتراوي يتمكن من الوصول للشباك للمرة الثانية ويسجل الهدف الثاني لمصلحة الوفاق في الدقيقة 44. خطورة كبيرة. ختام النشرة، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. ليلة هادئة.